السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا. النهاردة هعمل لكم الفيديو بتاع مشترياتي لشهر نوفمبر وشهر اكتوبر، الشهرين مع بعض، علشان انا ما كانش عندي مشتريات كتيرة قوي في شهر اكتوبر، وكمان نوفمبر يعني في مشتريات تانية ان شاء الله ناوية اعملها لكم وناوية اصورها لكم وانا بجيبها وبشتريها. فخليني اوريكم النهاردة شوية مشتريات انا اشتريتها كلها من الصيدلية، فحابة اوريها لكم واقول لكم رأيي فيها. اول حاجة عايزة اوريها لكم وعايزة اقول لكم عليها هي المجموعة دي من بانتين. زي ما قلت لكم ان انا بغير الشامبو تقريبا كل 3 شهور، وان انا بجيب نفس المنتج لمدة 3 شهور واشوف نتيجته على شعري. وكنت كلمتكم على في الشهر اللي فات على هيربل اسنسز، وكنت قلت لكم رأيي فيه. انا بجرب المجموعة دي دلوقتي اللي هي علاج مكثف. المجموعة دي بصراحة اول رأي عنها انا شايفة انها كويسة وعجبتني، وهكمل عليها كمان 3 شهور وهقول لكم رأيي عليها ازاي. ده الشامبو، انا جايبه الشامبو كمية كبيرة والبلسم كمية صغيرة عشان ده اللي كنت لاقياه ساعتها. فان شاء الله هجربه، خصوصا ان انا عندي شوية مشاكل في شعري بحاول اعالجها باي شامبو، والزيوت الكتير برضو بتبقى غلط، فبحاول ان انا اعادل ما بين الشامبو والبلسم والزيوت وحمامات الكريم. تاني حاجة حابة اكلمكم عليها هي حمام الكريم. حمام الكريم ده او حمام الزيت او المنتج اللي انا هكلمكم عنه ده كان جديد بالنسبه لي ان انا استخدمه. انا متعوده على حمامات الكريم بتكون خفيفه زي البلسم والشامبو والحاجات دي، انما المنتج ده من بوناويل، ده شكله هو زبده، يعني هو مش زيت ومش مش كريم، هو تقيل قوي من جوه. عايزه اوريه لكم، هو يعني منتج من جوه تقيل قوي قوي قوي. طريقه استخدامه مختلفه تماما عن اي حمام كريم عادي او عن اي زيت عادي. خليني اقول لكم بالظبط هو بيستخدم ازاي. هو بيستخدم ان انت بتحطيه على شعرك، يعني كانك بتحطي كريم تسريح للشعر العادي، وبعدين بتسيبيه 15 دقيقه، وممكن تحطيه له سشوار وتستخدميه. يعني مش بتستخدميه زي حمامات الكريم اللي هي اللي ممكن تستخدميها في وسط الشاور، لا، ده بيبقى عايز يتحط تحت درجة حرارة. بصراحة من اول استخدام حسيت ان في فرق في شعري، محتاجة اجربه اكتر. يعني انا بقالي تقريبا اسبوعين بستخدمه، محتاجة اجربه اكتر. ده سعره ب 37 جنيه. الكمية دي انت محتاجة كمية صغيرة قد العقلتين كده عشان تستخدميها، وبجد عجبني قوي. هجربه اكتر وهقول لكم على رأيي فيه، بس الرأي المبدئي عجبني قوي. هتلاقوه في نوعين، ده بالشعير والنوع التاني بالخوخ. متهيألي الاتنين واحد، الدكتورة قالت لي كده انه الاتنين تقريبا واحد، هي بس الفرق في الريحة. بصراحة لحد دلوقتي انصحكم انكم تجيبوه، وانا هرجع اقول لكم تاني رأيي في المنتج ده. واستنوا فيديوهات ريفيو عن منتجات انا استخدمتها، رأيي فيها بمنتهى الصراحة بدون اي مجاملة، فاستنوها قريب. تالت منتج عايزة اكلمكم عليه، انا كنت قلت لكم على سناب شات ان انا حصلت لي مشكلة في وشي وفي بشرتي، فكنت مضطرة اني اروح لدكتور جلدية. من فترة طويلة كنت عايزة اروح لدكتور جلدية، بس دلوقتي قررت اروح له علشان المشكلة اللي عندي دي ظهرت لي حبوب فجأة، والمشكلة ان الحبوب دي ظهرت وبدأت تنتشر تنزل على الرقبة، ومش حبوب، يعني هو مش حب شباب، هو واضح ان هو التهاب. فروحت لدكتور جلدية ووصف لي غسول. انا قلت لكم انه الغسول ده انا حاجة اشكر لكم فيه بطريقة غير موصوف، يعني بجد بطريقة لا يمكن ان تتخيلوها. الغسول ده حلو جدا، انا مش فاكرة بجد هو سعره كام، بس متهيألي كان 150 جنيه حاجة كده. هو من فيرجينيا. هقول لكم هو عامل زي ايه. هو عامل زي نظرية معجون السنين كده، تحسي ان هو بيدخل هواء ساقع على بشرتك. هو مكتوب عليه ان هو ultra cooling formula، بيعمل refreshing للوش.
لو عندك حبوب سواء كانت التهابات او حب شباب او اي حاجه، ده حلو جدا. في حاجه لاحظتها فيه، انا بشرتي دهنيه، استخدمت غسول اكتر من مره، وقبل كده كلمتكم على اكتر من غسول كنت بحبه، بس دايما كنت بحس ان بشرتي بعديه ما بتبقاش صافيه وبترجع تملى دهون تاني. ده تقريبا بيقضي على الدهون. انت تستخدميه 3 مرات في اليوم، تاخدي نقطة نقطتين على ايديكي، على ايدك بتكون مبلولة، وتبدأي تعملي مساج لوشك وتغسلي وشك عادي بالمية وترطبيها لو انت عايزة ترطبيها، مش عايزة ترطبيها انت حرة. حلو قوي بجد، مش قادرة اوصف لكم قد ايه حلو. بيسيب البشرة كده جدا نظيفة. متهيأليش ان انا شفت غسول بالحلاوة دي. ما بينشفش البشرة، بينظفها بسرعة جدا. بتستخدميه 3 مرات، بيعزل اي حاجة انها تأذي البشرة. انا بستخدمه دلوقتي بقالي شهرين. حلو قوي 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 بجد، انصحكم ان انتوا تجيبوه. بتهيألي ان هو كان ب 150، مش فاكرة بالظبط، بس خليكم عارفين ان هو made in USA، ان هو معمول في امريكا. حاولوا دايما تجيبوا المنتج الاصلي. انصحكم بيه جدا، عجبني جدا، ومتهيألي ان انا لما اخلصه، هو فاضل فيه حبة قد كده اهو، هو تقريبا هقول لكم هو كام ملي، هو 200 ملي. هو انا تقريبا استخدمت اكتر من تلتينه. فانا متهيألي ان انا لو فكرت ان انا اجيب غسول تاني هجيب ده تاني، يعني بجد مش هقدر اتخيل ان في غسول تاني ممكن يبقى احسن من فيرجينيا سكين كليرنس. وهتلاقوني حاطه لكم اسماء المنتجات دي واسعارها، طبعا لو انا فاكره الاسعار يعني هحاول ادور على الرسيت، بس هحطه لكم تحت في الديسكريبشن بوكس، وكمان الاسعار. وانا بجيبهم من صيدليه جنبنا، فهم موجودين في اي صيدليه، مش لازم تكون كبيره او صغيره، هتلاقوها في اي حته. بس لو انتوا يعني عايزين تضمنوا، ممكن تروحوا تجيبوها من الصيدليات الكبيره. المنتج اللي بعد كده اللي عايزه اكلمكم عنه هو كريم للحبوب. ناس كتير قوي كانوا نصحوني بيه، بس انا ما كنتش متخيله ان هو قوي كده. الدكتور برضه هو اللي كتبه لي، اللي هو فيسودين، اللي هو ده اللي هما بيسموه كريم الاسد. سعره 14 جنيه و77 قرش تقريبا، اهو 14 جنيه و70 قرش. الكريم ده هايل. فاكرين لما عملت لكم الفيديو بتاع ازاي تتخلصي من الحبوب في يوم واحد؟ الكريم ده اقوى بكتير من الكريم اللي انا قلت لكم عليه. يمكن الكريم الاولاني اللي انا كنت قلت لكم عليه، اللي انا هسيبه لكم الفيديو تحت في الديسكريبشن بوكس، ينفع للمناسبات اللي هو بكره، انا عايزه بشرتي تكون هاديه بكره. انما ده هتستخدموه فتره تقريبا شهر، هو الدكتور كان كاتب لي عليه شهر، وفي خلال الشهر هتلاقي ان الحبوب تقريبا شبه اختفت وبشرتك هتبقى صافيه جدا. بعد كده جبت منتج من الشهر اللي فات، يعني اضطريت ان انا اروح لدكاتره كتير واعمل تحاليل وكده، فكان مطلوب مني ان انا اخد مجموعه ادويه الصبح وبالليل، فانا ما عنديش اللي هو المنظم بتاع الادويه ده، فاشتريت منظم الادويه الكيوت ده، حلو قوي. هوريه لكم من جوه. لما بتفتحوها من جوه كده فيها علبتين بيطلعوا بره، واحدة لونها فاتح أصفر الصبح، وواحدة لونها بينك شوية ليه بالليل. وهنا فيها حاجة زي مقص بتقصي بيه وتفصلي بيه الحباية، حبيتها قوي، وهي شكلها كيوت جدا، وممكن تحطيها في شنطتك. تقريبا بحوالي 15 جنيه. آخر حاجة عايزة أكلمكم عليها هي القلم بتاع الكحل ده من ماك، اشتريته برضو من الصيدلية. استخدام مبدئي هو كويس، سواده لطيف، بس مش قوي بصراحة، مش زي اي قلم كحل تانية استخدمتها. ده سعره 5 جنيه، مش عارفة بقى اذا كان اصلي او لا، بس ما اعتقدش ان هو ممكن يكون اصلي. و بس هي دي كل المنتجات اللي انا اشتريتها لشهر اكتوبر وشهر نوفمبر، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واستنوا في فيديوهات كتيرة جاية ان شاء الله، منتجات وريفيوهات عن منتجات استخدمتها، حاجات حبيتها وحاجات لأ. ان شاء الله استنوها قريب. ما تنسوش تعملوا لايك، وما تنسوش تكتبولي كومنتات تحت، وما تنسوش كمان تعملوا سبسكرايب، واحبكم جدا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، والسلام عليكم.